التكست، نقرا التكست. اتفضل. طيب ماشي، ده هنحل فيه. بس انت هتستلم البوكلت باذن الله فيه كل الكلام ده. Our school trip to Napa National Park by هبه عثمان. يعني لما يقول لي يا شباب by هبه عثمان، يعني who is the writer؟ مين الكاتب؟ هبه ايه؟ عثمان. Listen. نقطة يا حبيبي، اللي فاتح المايك ده وعمال ينقل يا عمر يا علي. ستوب. نقطة is a very big national park in South Sinai. يعني ايه بارك؟ متنزه، تمام. ناشونال يعني ايه؟ قومي، تمام. لا مش دولي، دولي انترناشونال، محلي، تمام. هي ناشونال. اي طيب معلش. Along the coast here ايه؟ ايه؟ سيناي. سيناي يعني سيناء. Along the coast here there are 4 kilometers. الصورة واضحة يا ايتن عندك؟ Yes. الكلام واضح يا جماعة اونلاين؟ واضح يا مس. قارينه يعني؟ تمام ماشي. 4 kilometers of mangrove forest. يعني ايه mangrove forest؟ غابة بيبقى فيها اشجار اسمها mangrove. اسمها ايه؟ الشجر ده زي ما اقول لك ايه apple tree. لا احنا عندنا mangrove ايه؟ trees، اشجار المانجروف. Of mangrove forest which is the largest. The largest يعني ايه largest يا شباب؟ جايه من الصفه ايه؟ large. فانا عايز اقول الاضخم الاكبر، يبقى ذا ايه؟ largest. The largest in the Red Sea. Larger than. We went there to learn. احنا ذهبنا هناك لكي. To ايه؟ to learn. To learn. To learn. لكي نتعلم. Why mangrove forests are so important. يعني ايه كلمة so واقول بعدها important؟ يعني مهم جدا، زي very important. يبقى انا ممكن اقول very important وممكن اقول so ايه important. For the marine ecosystem. For the marine. يعني ايه marine؟ هو احنا مش كنا بنقول يا شباب desert animals sea animals؟ طيب كلمة marine لها علاقة بأي شيء بحري يا حمزة؟ كلمة marine لها علاقة بأي شيء ايه بحري؟ يعني اي عايز اقول حياة بحرية، فاقولها ازاي؟ marine life. marine life يبقى دي كده حياة ايه؟ بحرية. فانا اقول لك هنا the marine echo system. The marine ecosystem. يعني ايه ecosystem؟ نظام بيئي. What is an ecosystem؟ والله in English. In English. It is all living things and non-living things that interact together. اللي هم بيتفاعلوا ايه؟ مع بعض. يبقى الكائنات الحية والغير ايه؟ حية، وتفاعلهم مع بعض. يعني زي ما قلنا كده، جبت حوض سمك حطيت فيه ميه، الليفنج ثينجز اللي هو الايه؟ فيش، والنون ليفنج الميه، الاثنين بيتفاعلوا فيها، صح ولا لا؟ السمك بيتنفس من الايه؟ من الميه دي وعايش فيها. فده كده ايكو سيستم، نظام ايه؟ بيئي. When we arrived at the beach we saw trees growing out of the sea. شفنا اشجار خارجه من الايه؟ من البحر. Most trees، معظم الأشجار، can't grow. can't grow هو يعني إيه يكبر يا شباب؟ ينمو، صح؟ طيب بالنسبة للبشر أقول إيه؟ grow up. growing up. grow up ينمو. in salt water. salt water. طيب salt water اللي هي مية إيه؟ ملح. طيب salt لوحده يعني إيه؟ ملح. طيب عايز أقول حر إيه الجو حلو؟
عايز اقول الاكل مالح. It is a salty. It is salty. يبقى اكل فيه ملح اقول salty a food. واخد توابل يبقى salty a food اللي هو فيه الملح زياده. Fresh water. Fresh water مياه عذبه. Fresh water ما هي water فيه عذب وفيه عذب وملح. But mangrove trees, mangrove trees, أشجار المانجروف, they have amazing roots. من يعني الميزات اللي ربنا خلقها لها إن هي الجذور بتاعتها تقدر تطلع فوق الإيه؟ المية. يعني الجذور بتاعتها بتعلى وتيجي جاية نازلة في الأرض، تعلى وتيجي جاية نازلة إيه في الأرض، لازم جزء بيبقى معرض للهواء كده. خلاص؟ ما هنقول أهو. They have amazing roots which grow high out of the water. These roots help them get oxygen. الروتس دي بتساعدهم ان هم يحصلوا على الايه؟ الاكسجين. منين؟ من الهواء. يبقى هم ليهم طريقتين to get oxygen. اول طريقه the roots are out of the water. الجذور بتبقى بره الايه؟ الميه، فممكن تاخد الاكسجين على طول. طيب الطريقه الثانيه اللي هو عن طريق بقى اللي هو عمليه البناء الضوئي ديت. فوتوسينثيس. صح كده؟ فوتوسينثيس اللي هو البناء الضوئي. يبقى بالطريقتين، حاجه يعني عظمه يعني. These roots help them get oxygen when I touched the tree's leaves. لما لمست اوراق الشجر. They felt very thick. يعني ايه thick؟ تخين. كانت محمله كده، محمله تقيله. They felt very thick. These special leaves stop the plants losing water when it's very hot. جرب انت كده، هات فانيلا. ماشي يا عم، بتخضوني يا عم. جرب انت كده بالنسبه لموضوع اوراق الشجر ده، هات تي شيرت كده عادي وبله في ميه، ينشف في قد ايه؟ ثواني. صح؟ ساعه ولا حاجه في الشمس، نص ساعة. إنما هاتلي بطانية سميكة تقيلة تنشف على طول، لا تاخد وقت. فهي because it is a thick، محملة برضو. فبرضو بالنسبة لأوراق الشجر، لو ورق الشجر خفيف بخار المية إيه، أو المية تتبخر على طول. طيب because it is thick، لأن هو سميك، يبقى it is not easy to lose a water، ليس من السهل فقدان الإيه؟ المية. We learned that خلي بالك stop the plants losing water. بص معايا كده الرول الحلوة الصغننة دي. بص معايا كده جميل. أنا عندي verb stop. verb إيه يا أولاد؟ stop. stop يعني يتوقف. stop يعني إيه؟ ماشي. تخيل كده أنا ماشي في الشارع قابلت أحمد بس. فأنا عايز أقول لك إن أنا وقف أسلم على إيه؟ أحمد. أقولها إزاي؟ أقولها كده I stopped. الباست من stop بقى. I stopped to meet مين؟ أحمد، أو to greet يعني أحمد، أحييه. ماشي، يبقى جاب stop. هو أنا وقوفي ده مؤقت ولا على طول؟ مؤقت، اللي بقى أسلم على الراجل وأرجع أكمل مشي. إنما لو قلت كده I stopped going. I stopped going to the cinema. هل توقفي ده مؤقت ولا دائم؟ خلاص دائم. عرفت منين؟ لان انا قلت هنا I stopped وجبت بعد stop verb ايه؟ ing. يبقى الرول الحلوه البسيطه بتاعتنا بنقوله ايه؟ stop لما يجي بعدها to infinitive دي نقصد بيها يا رشيدي ان توقف لفعل شيء. يعني انا اصلا بعمل حاجه فبطل واعمل حاجه تانية. خلاص ده مين؟ stop وتو الايه؟ والمصدر.
طيب امال الثانيه لما اقول كده ستوب ومعاها فيرب اي ان جي معناها كده يمتنع، يتوقف يعني، يمتنع عن فعل هذا الشيء. يعني اقول لك كده، واحد توقف عن التدخين، اقول he stopped to smoke ولا he stopped smoking؟ he stopped smoking. انما مثلا كان بياكل ووقف عشان يشرب، يبقى he stopped drinking ولا he stopped to drink؟ to drink، عايز يشرب، يبقى to drink. ماشي؟ صعبة ديت؟ لا مستر سهل. يبقى هنا بص كده، stop the plants losing، بتمنع النباتات ان هي تخسر الايه؟ الميه. عكس lose ايه يا اولاد؟ ها؟ when، في when او get يحصل على losing water when it's very hot، لما يكون الجو ساخن حر. دوسي اول واحده كده، شدي اول، ايوه ماشي، والثانيه بقى واحده كمان، ايوه شاطره دي، تعالي على طول. بعد كده we learned، we ايه learned؟ يعني ايه learned يا شباب؟ تعلمنا. we learned، تمزحوا الغلبانه انت اللي عايزه كده. we learned that mangrove trees help the environment، help the environment in many ways، in many ways. يعني ايه many ways؟ طرق ايه؟ عديدة. يبقى انا عايز اقول لك كده، الشيء ده يساعدنا بطرق كثيرة، يبقى this helps us in many ways. mangrove trees protect the non-living things. protect يعني ايه protect؟ يحمي. non-living يعني ايه؟ الغير ايه؟ الغير حي. نون ليفنج، امال الليفنج يعني ايه؟ الحي. وorganisms يعني ايه؟ كائنات. يبقى لما اقول لك ليفنج organisms اللي هي كائنات ايه؟ حيه. ليفنج ثينجز برضو يا كوكو هي كائنات ايه؟ حيه. الاثنين صح. and the living things in the marine ecosystem، في الايكو سيستم بقى يعني ايه marine ecosystem؟ نظام بحري، نظام بيئي بحري، سوري، نظام بيئي بحري. خلاص. when there are storms، لما بيكون في هناك عواصف، their deep roots stop the sand washing away. تخيل كده لو انت في رياح جامده وانت واقف لوحدك، هتلاقي حاجتك ايه؟ طارد. انما لو انت واقف خمسه سته جنب بعض كده، ايه اللي هيحصل؟ لا الموضوع هيبقى ايه؟ اصعب. تمام. هي برضو الفكره كده بتاعت الروتس، هي بتجمع حواليها الايه؟ هي الورقه ليها جذور، علشان كده تلاقي الورقه تطير على طول. طيب هات نبات بقى ليه جذور، لو جذوره على السطح ايه اللي هيحصل؟ شويه كده هتلاقيها ضعفت وطارت. طيب لو الجذور عميقه بقى في الارض، لا صعبة تتشال. خلاص. طيب الرمل، لو انت سايب الرمل مفروض على الارض كده، ايه اللي بيحصل؟ الهواء يكنسه، صح؟ طيب جمع الرمل كده في بعضه، كتله، اعمله كتلة، هتلاقيه هيطير ولا هيفضل ثابت؟ او الموضوع هيبقى قليل، يعني مش زي ما هو مفروض. نعم. لما يطير بقى المهم ان الجذور بتساعد الرمل ده ان هو ايه؟ يتماسك اكتر. خلاص. Their deep roots stop the sand washing away. The forests are also a safe home. safe home. ولد امبارح قال لي يا مستر ازاي دماغه حلوه الولد ده. The forests are also a safe home. a safe ايه؟ home. مستر هي مش ار هنا جمع. قلت له ايوه صح. هو انا ينفع اقول they are a player؟
they are a player ينفع؟ المفروض they are a players. طيب ليه هنا هو بيقول لي forests are a safe home؟ حاجة واحدة. ها بص، الفكرة في الأماكن ديت إيه؟ إن هي تجمعات، تجمعات أشجار، تمام؟ فكل واحدة منهم اسمها إيه؟ فورست. طب جمعهم بقى إيه؟ فورست. طب هو الحيوان الواحد هيفضل عايش في غابة واحدة منهم ولا عايش في وسط الغابات؟ فهم كل الغابات ديت أصبحت لي إيه؟ موطن واحد. التجميعة ديت كلها بقت كلها حاجة إيه؟ واحدة. انتوا فاهمين؟ يعني زي بارتس كده، اجزاء، في هنا شجر، في هنا شجر، في هنا شجر، تجمعات. بس الحيوان الواحد هيفضل عايش في حته واحده بس ولا بيتنقل بينهم؟ بيتنقل بينهم. فبالنسبه له كل المنطقه ديت ايه؟ ها موطن، اهوم. خلاص؟ ده قصده هنا. Hundreds of different kinds of fish, birds, insects and other animals live in the mangrove forest. هي مش بس الاشجار اللي عايشه هناك، لا، طالما في شجر يبقى في birds، تمام، يبقى في animals، يبقى في hunters، في preys وفي ايه predators، صح، في فرائس وفي ايه مفترسين. خلاص، ما بقى ecosystem. birds insects، insects يعني ايه؟ حشرات. and other animals live in the mangrove forest. We could see many little fish. Many little fish swimming in the shallow water. يعني ايه swimming؟ I mean among، ما انا هقول لك دلوقتي. Water among the roots of the trees. هو انت دلوقتي وانت على الشط رجلك بتلمس الميه تدخل، هل ده البحر؟ ده شط. طيب تدخل شويه كمان، ميه تيجي لغايه نص جسمك، هل ده الشط؟ لا، ده سوري، هل ده البحر قصدي؟ لسه البحر جوه في العميق. طيب ادخل شويه كمان لغايه ما تلاقي نفسك ان انت مالكش طول، لغايه ما تلاقي لك طول، دي اسمها shallow water. اسمها ايه؟ shallow water. يعني ايه shallow water؟ مياه ضحله. يعني ايه برضو مياه ضحله؟ اقدر لسه امشي جوه الميه دي، امشي جوه في المنطقه دي، فدي اسمها shallow ايه water. يبقى ايه هي shallow water؟ a part of the sea where you can still walk، اللي انت لسه تقدر ايه تمشي فيه. shallow ايه؟ يبقى الميه طول ما انت ماشي فيها دي كده ايه shallow water، وتقدر تشوف القاع كمان. shallow ايه water. طبعا انت لما بتروح في شواطئ تقدر تشوف القاع، بس ده بسبب حاجات تانية، الزبالة اللي الناس رامياها، وي وي وي. انما لو الشط نظيف تقدر تبص تشوف الايه القاع وانت ماشي. فتعالى بقى يجي السمك الصغير ده، السمك الصغير ده عايز يحط البيض بتاعه، تمام؟ هل يجي جاي رامي؟ هل يجي جاي رامي البيض كده في الشارع؟ لا، الحيوانات الاكبر هت ايه هتاكل، اللي يقلي واللي يسلق، صح؟ فيجي بقى عند كده ايه روتس، جذور، عند الرو عند المانجروف ديت، يجي جاي ايه حاطط البيض بتاعه. فيبقى صعب على المفترسات ان هي تقعد ايه تاكل. ليه؟ هيقعد يدور ياما، هيقعد يدور. انما لو هو في المكان كده منطلق البيض، ايه ده بيض هناك اهو، لا، انما ده مخبيه ورا جذر، جوه ورق، فاهم؟ ففي مستخبي. That is how mangrove trees help young fish survive. يبقى انا لو جه قال لي يا مايا سؤال، How do mangrove trees help little fish؟ ازاي بيساعد السمك الصغير؟ هنقوله كده. They can hide between the roots. يقدروا يستخبوا وسط الايه؟ الجذور يا سائر. يقدروا يستخبوا ايه؟ وسط الجذور. ماشي.
The leaves of the mangrove trees take four times more than, sorry, four times more carbon dioxide from the air than other mesh, than other kinds of trees. هنفترض مثلا ان الشجره العاديه مثلا تاخد 100 كيوبيك متر of carbon dioxide، بتاخد 100 متر مكعب من الكربون ايه دايكسيد. المانجروف تريز بقى تاخد 4 ايه 100. يبقى انهي احسن، ازرع شجره عاديه لو انا عايز اعالج البيئه، ازرع شجره عاديه شجره تفاح مثلا، ولا ازرع شجره مانجروف؟ شجره مانجروف اعالج البيئه بسرعه. لذلك لما تروح هناك تشم هواء ملوش زي، ليه؟ الاكسجين فريش هناك، الهواء فريش. عشب طبي؟ لا، شجرة عادية، شجرة عادية. مش ايه؟ لا مش علاجات، لا. او ما اعرفش. تستخدم في عندي. لا هيرب دي. في الايه؟ المانجروف. طب معلش. طيب طب اعمل ايه؟ مستحيل تجميل. ماشي طيب ماشي، شكرا على المعلومه اللي ملهاش لازمه، شكرا حبيب قلبي. نيجي بعد كده، يبقى help us with ايه يا شباب؟ global warming. يعني ايه global warming؟ يعني ايه global warming؟ احتباس حراري. هو يعني ايه global، يعني ايه احتباس حراري؟ زياده نسبه ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. فنسبة ثاني اكسيد الكربون ده تعلى يا مريم، تلاقي الجو يبقى حر. ايه؟ بعد كده we also saw small yellow flowers، شفنا برضو ورد ايه؟ اصفر. on the mangrove. لا ده على السكرين، دي هتبقى في البوكلت بعد كده. we also saw small yellow flowers on the mangrove trees. There were a lot of bees. كان في الكثير من الايه؟ النحل. اي اي رفعت بالغلط يا مستر. ايه ايتن؟ رفعت بالغلط. اه ماشي. And other insects on them. Bees. النحل. Make a special honey from the mangrove flowers. طبعا هي نباتات برية طبيعية، فالنحل كمان من هناك من الزهور ديت بيعمل ايه؟ عسل. People say mangrove honey helps fight some illnesses and diseases. مستر هو illnesses يعني ايه؟ امراض. diseases يعني ايه؟ امراض برضه. قال لا، طب انا لو جات لي امراض افرق ده من ده ازاي؟ طول ما انت بتلعب في مناخيرك كده تمام، هتكبر تبقى بزلومه. الديزيزز دي امراض بالعدوى. يعني ايه امراض بالعدوى؟ فيروس، بكتيريا، خلاص، جيرمز، جراثيم. يبقى دي اسمها ايه؟ ديزيزز، امراض. illnesses امراض مش بالعدوى، مرض مش بالايه، يعني اللي عنده الضغط بالعدوى، ما بي... السكر مش عدوى تمام. يعني اي امراض ماشي مش معدية، دي اسمها ايه؟ حاضر يا عم ماشي، دي ايه اسمها؟ illnesses. انما الامراض المعدية دي بنسميها ايه؟ diseases. من اي ورد، طالما في ورد ورحيق يقدر يعمل عسل. استني اسنس. اسنس رحيق، اسنس ده العطر، الرحيق نفسه. لا بولن دي حبة اللقاح. رحيق، رحيق هو يعني ايه رحيق اصلا؟ اللي هو المادة السكرية. ماشي هشوفها دي.
اسمها ايه؟ جلوكوز. لا ده جلوكوز ده مادة سكرية وخلاص، مادة سكرية، مية سكرية. انما الرحيق ده انا يعني هدور عليها بصراحة، ما بستعملهاش كتير يعني. What I liked most about the mangroves was seeing all the different species making a community. بيقول لك بقى في المانجروف هناك ده في كوميونتي. احنا قلنا كوميونتي يعني ايه؟ مجتمع. ازاي؟ كوميونتي مجتمع. في سوسايتي بس كوميونتي مجتمع مغلق. تمام؟ يعني مثلا المدرسة لا دي دي كوميونتي ولا سوسايتي؟ كوميونتي لان هي مقفوله على الطلبه اللي فيها. تمام؟ انما سوسايتي ده المجتمع، احنا كلنا عايشين في نفس المجتمع. في بقى كوميونتي، في ناس مشتركه في النادي فده كوميونتي، في ناس مشتركه في نادي تاني فده انذر كوميونتي، في حياه بحريه ده كوميونتي، في حياه ارضيه يبقى ده ايه؟ كوميونتي، وهكذا بقى. خلاص؟ بيقول لي يا اولاد we've seen different species. يعني ايه species؟ ها؟ لا الثانية special. species يعني ايه؟ انواع، فصائل. احنا لما رحنا المانجروف مثلا ديت هنلاقي فيها non living things. زي ايه non living؟ water، ها؟ rocks، ممكن يبقى فيه صخور، sand، صح؟ طب ال living things؟ لا ياما بقى fish، بيردز، طيور بتعيش هناك، في انيمالز، سي انيمالز، حيوانات بحريه مثلا، ممكن يبقى في شاركس بتعيش هناك عادي، اي حاجه بقى بتعيش هناك دي ايه اسمها؟ ليفينج اورجانيزم. ايوه مين؟ كايندز انواع بس سبيشيز فصائل علميه، يعني كلمه علميه اكتر. كورال ريفز لا ليفينج عايش، وفي حاجات منها مش عايش. بصي الشعاب المرجانيه ديت في منها حاجتين، في منها نباتات تشوفيها كده تتحرك وفاهمه وتتنقل من مكان لمكان، وفي منها اللي خلاص اتحجرت، فاللي اتحجر ده بقت نون ليفنج، كانت زمان ليفنج ماتت، بقت اتكونت بقى جنب بعضها بقت نون ليفنج. خلاص زي الصدف كده لما تلاقيه متجمع على مكان مثلا في البحر، صدف، الصدف ده ليفنج ولا نون ليفنج؟ دلوقتي نون ليفنج خلاص، زمان كان ليفنج جواه كائن، الكائن مات الله يرحمه. The plants, animals and insects all interact. يعني ايه interact؟ interact يتفاعل يا عبيدة، interact يعني يتفاعل with each other to survive. قلنا survive، survive يعني يا شباب يبقى remains alive، remains alive يبقى على قيد الحياة. I have never seen so many different species of butterflies. يعني ايه butterflies؟ فراشات. ماشي، عمري ما شفت فراشات زي دي. نيجي كده لايه؟ exercise. ايه؟ ليه؟ ما هو فاضي اهو. لا مين اللي بيكبر؟ مالها بتكبر؟ لا هي حشرات بتكبر بتبقى فراشة. دودة، هي بتبقى دودة الأول، يرق. ما أعرفش بقى يا جماعة، هو أنا عامل رحال ولا إيه؟ Listen and choose the correct answer. Listen and answer the question. What are all the animals and plants in an area called? يبقى they are called a ecosystem. What are the examples of living things؟ أمثلة للكائنات الحية، animals، birds، insects. ما هو اكتبي بقى animals، birds،
فيش، وعايز أمثلة insects حشرات، people people. يلا يا ايتن. An ecosystem is all the animals and plants in an area. The A can be as small as a pond. مستر صفحة كام بعد إذنك؟ ايه؟ لا ده على السكرين يا حبيبتي. Look at the screen. امال احنا كنا بنعمل ايه من ساعتها يا ايت؟ قلت فورست The forest. The forest. فورست. The ecosystem يا حبيبتي. ايتن، انما ايتن يعني ركزي يا ايتن. النظام البيئي ممكن يبقى as small as a pond or as pond يا جماعة يعني بركة. في حاجة اسمها بحيرة، حاجة اسمها ايه؟ بركة. الدنيا شتت، فالمية جريت شوية كده وبقت كل حتة واطية فيها شوية مية، بقى دي بقت ايه؟ بوند، بركة. خلاص؟ انما ليك دي البحيرة، بحيرة اكبر بكتير زي بحيرة ناصر كده، دي ليك. تمام؟ ايه المشكلة؟ ويعني بحيرة صناعية يعني صنعناها؟ لا، هو المكان كان فاضي، تمام؟ فاحنا حطينا فيه مية، المية بتاعت ربنا والمكان بتاع ربنا. انا ما بعترفش حاجة اسمها بحيرة صناعية دي اصلا. المية بتاعت ربنا والارض بتاعت ربنا، انا يا دوبك خلينا المية تدخل الحتة دي فبقت بحيرة. وسعنا احنا شوية، ظبطنا شوية حاجات. ماشي ماشي يا عم. زي ما بقول لك ايه، عصير طبيعي. طب هو في عصير صناعي؟ ازاي عصير صناعي؟ ايه عصير صناعي؟ لا افهم بقى. لا 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 لا، بتجيبي فاكهة صناعية ولا كده كده اصله فاكهة؟ اصله فاكهة، حطيتي بقى مادة حافظة والكلام دي قصة تانية. بقى عصير يعني؟ ركز معايا ركز معايا ركز معايا. انتوا بتاكلوا ما شاء الله كل حاجه، تجيبوا شويه حاجات معفنه زيكم زي عيالي كده، ينزل المحل يلاقي اي حاجه كده ايه، كل الحاجات الكويسه موجوده، لا هو ما يبصش على الحاجه الكويسه، يروح على حاجات كده غريبه اول مره اشوفها. مصاصه على شكل بطيخه وبتشد كده ومقرفه شكلها اصلا، والاندومي. In an ecosystem, there are living things such as plants and animals. They are with non-living things. حبيبي ما احنا قلنا هنا ايه؟ as a ايه؟ as a forest. ما قالت. They، يلا اياد. اياد. Yes. ها؟ زي ايه with non living؟ زي دف دف زي ان انتر انتر interact. زي interact بيتفاعلوا. these different a in an ecosystem make a community. يلا عمر علي. Species. Species.
read the following. Last week we visited, هي نفس القطعة. هات لي الأسئلة اللي عليها. The general idea. General idea. الفكرة الرئيسية. الفكرة الرئيسية إيه يا رشيد؟ المستر ممكن تنزل تحت شوية؟ أنا شايف الاختيارات. طب يعني اجيب كده ولا اجيب كده؟ طب اعمل ايه؟ The general idea of the text is greenhouse, climate change, mangrove forest ولا global warming؟ mangrove forests. Mangrove forest. The word amazing means يلا يا براء. Wonderful. Wonderful. Answer the following questions. How do the little fish protect themselves? ازاي بيحموا نفسهم؟ اهي. many او هنقوله كده they swim. they swim هما بيعوموا in the shallow water among the roots. They live here so that bigger fish can't catch them. احنا نصلح بس they swim، قصدي على السمك الصغير. shallow shadow ده الظل. shallow water ميه ضحله. بعدها how do the قلناها دي reorder بقى بيقول لك how do the little fish protect. ماشي. what do the leaves of the mangrove trees do. مين اللي ما قالش اونلاين؟ احنا قلنا براء واياد وايتن في الرشيدي وعمر علي. ايه ساره خضر. ساره خضر. مع حضرتك يا مستر. What do the leaves of the mangrove trees do؟ الورق ده بيعمل ايه؟ It contact water for the plant. ها؟ قالت ايه؟ أنا قلت يا مستر. هي فين؟ ثانية بس نجيبها من القطعة. These roots are the leaves of mangrove trees stop the plants losing water when it's very when it's very hot. يبقى بيمنعها من فقدان المية. بعد كده صبا. The forests the forests are a safe home for animals. For animals فين ميني دي؟ نبقى مش عايز تأليف، لما يبقى يجيبها لنا نبقى نحطها. How تندي. How can mangrove trees help us? الله ينور. بعد كده
رماس صح؟ أسيل. ده هنكتب بقى. بص يا شباب، وات از نق، تعالى كده هنكتب عشان ده موضوع علينا، ما هو ده موضوع علينا فعايزين نكتبه، ينفع نكتبه في الكراسة. نكتب يا شباب. Last week I went on a trip. On a trip يعني في رحلة. To the، نسيب سبيس يا شباب في أول الكلام. To the نبق ناشونال بارك. It is along the coast. هي على طول. It is along the coast of the Red Sea. The place or the area there, المنطقة هناك, is so fantastic. It is fantastic because there is no plastic. The area there is so fantastic and beautiful. نعم. تاني جملة. It is along، على طول، على امتداد. The coast، ساحل. Of the Red Sea، ساحل البحر الأحمر. Fantastic and beautiful. There are many forests of mangrove trees. نعم. منطقة كذا اسمها كذا يبقى كابيتال. Of mangrove trees. There are many animals and fish that interact يعني تتفاعل. That interact together، تتفاعل مع بعضها. We can breathe، نتنفس. We can breathe fresh air there، نتنفس هواء طبيعي هناك. The mangrove ما انا حبيبتي انا لو جيت على مزاجك كده يمين وشمال انا مش عارف اكتب. The mangrove trees help little fish hide يعني تستخبي. And lay their eggs، وتضع الايه؟ البيض. The mangrove trees أشجار المانجروف
produce. احنا قلنا produce يعني ايه؟ تنتج. كربون دايوكسيد. They help مساوين solve بيساعدهم في حل ده global يعني ايه global warming الاحتباس الحراري. ايه يا رشيد بس بس كده مش ده كده حلو. ال trees produce oxygen، الايه؟ مش مفروض كربون دايوكسيد ايوه يبقى صح. مفيد؟ سوري سوري. produce oxygen ايوه مش كربون دايوكسيد. احنا ناقصين كربون دايوكسيد ناقصينه. انت كاتباه ايه؟ كربون دايوكسيد. They produce oxygen. انزلها على الجروب. حاضر ماشي انزلها على الجروب. مش شايف يا حبيبي؟ انا بصورها احطها لك. اعمل ايه يا جماعه؟ طيب انا والله يعني يعني بالفهم كده هعمل ايه؟ ثواني عشان من على البورد بقى افضل. جونيور 5 صح؟ الناس تكتبها بقى عشان ايه؟ ماشي فانا حطيتها على الجروب خلاص. بعد الحصة اكتب. بعد الحصة اكتب. آخر كلمة بتسلم عليك. بعد كده قلنا get better يعني إيه يا شباب؟ get better يعني إيه؟ يبني يتحسن. reason for ماشي. أما أقول لك you look sad يعني أنت شكلك إيه؟ حزين. إحنا قرينا الكينج فيشر والطائر والداجونج دارنا لما الليزرد راحت لهم حاجة سحلية. لا يا مستر ما خلوش. لا قرينا ما قريناهاش. لا يا مستر ما خلوش. طيب ماشي. بص يا حبيبي دي ستوري كده برضو قصة الدودة مع طائر الدجنج مع طائر الرفراف مع الناس اللي جم من بره. دي قصة لذيذة جدا وملهاش أي ستين لازم. إيه؟ A kingfisher was visiting her old friend the lizard. الطائر صاحب السحلية. In a mangrove tree. She flew down and sat next to the lizard. جت وقعدت جنب الإيه السحلية. You look sad. شكلك زعلانة يا سحلية. Said the kingfisher to the lizard. What is the matter? خير. محمد. صحصح. People came الناس جت السحلية بتشتكي بقى. People came cut down some trees. The trees protected the worms and the fish we eat. But now it's difficult to find food. الشجر كان تحته بيستخبى الدود. على الشجر كان برضه بيستخبى الدود. كان بياكلوا مين؟ الكائنات التانية بقى. Oh no! said the kingfisher looking worried. I am hungry and I got. Suddenly a dugong. الدugong ده اللي هو اسمه خروف البحر باين. كلب البحر؟ لا كلب البحر السيل. هو حيوان اسمه دugong بيقولوا عليه خروف البحر. خروف البحر هو مش خروف هو اسمه كده. او بقرة البحر. Suddenly, a dugong came up out of the sea. Hello, dugong, said the lizard, surprised.
ايه يا داجونج، ايه اللي جابك هنا؟ Hello lizard, hello kingfisher, I have some bad news, said the dagong. أنا عندي أخبار سيئة. القطوم، ماشي، اللي هو خروف البحر. لا إله إلا الله، خلصنا بقى من اسمه، هنتجوزه. Hello lizard, hello king. I have some bad news, said the dagong. What is it? Are the people back again? asked the kingfisher. Yes, they are. Can you hear them? انت مش سامعهم؟ Can't you hear them? قال له. The lizard and the kingfisher listened carefully. They heard the trucks. سمعوا الشاحنات، صوت شاحنات بقى. And people shouting. وناس بتزعق. Oh no! How many more mangrove trees are they going to cut down? cried the lizard. هم تاني هيقطعوا شجر؟ تحليه زعلان. At that moment, the animals heard a buzzing sound. سمعوا صوت ايه؟ سمعوا صوت ايه؟ buzzing sound. صوت هو صوت ده صوت النحل buzzing. صوت زن. And the animals heard a buzzing sound. There were three bees. كان في ثلاث نحلات buzzing around the tree. One of the bees flew close to the other animals and said, The people are not going to cut down more trees. ما تقلقوش يا جماعه، مش هيقطعوا ايه؟ شجر. They are going to plant other mangrove trees. ده هيزرعوا ايه كمان؟ اشجار جديده بدل اللي ضاعت. They understand that they made a mistake. يعني ايه mistake؟ خطأ، هم عملوا خطأ. إيه؟ إيه؟ حقيقي يعني ده؟ حرير؟ رحيق، حريق. They brought us here to help the trees grow. ساعدونا هنا علشان إيه؟ جابونا هنا عشان نساعد النباتات دي. How will you help the trees grow? هياخدوا هم حبوب اللقاح بقى من نبات لايه؟ لنبات. Asked the dragon confused. We carry pollen. Pollen قلنا اللي هي رقيع حبوب اللقاح. And that helps them to make seeds. وده بيساعدهم على انتاج الايه؟ البذور. Seeds اللي هي الايه؟ البذور. So is life going to get better here? هل الحياة هتتحسن؟ asked the kingfisher. سألت الإيه طائر الرفراف ده. Yes it is, replied the bee, smiling. Good, said the lizard and the kingfisher together. We are hungry. إحنا جعانين. أظن القصة إيه لذيذة يعني ممتازة. إن شاء الله جميل. ها؟ A kingfisher was visiting in a mangrove tree. ده listening. هتحل لي بيج 7 و8 7 و8 بس. ايوه يا حبيبي عمر، الحفظ هنكتبه على الجروب العمود الثاني 7 و8. ماشي يا شباب اتفضلوا 7 و8. مستر، هو احنا يا مستر هنحفظ اللي هو الكولوم اليمين ده؟ هناخد الايه؟ الكولوم اليمين؟